مساء الخير عليكم، احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناة حلويات بيتي من مطبخي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الفا او فروزن. شايفين الجميل ده؟ هنعملها مع بعض كل تكاتها وتفاصيلها. بس قبل ما نبدأ ونشوف مع بعض اي حاجة، لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. معانا كيكة عجينة السكر الفترة الجاية هتعجبكم جدا، ولما يخلص الفيديو ان شاء الله لو عجبك ما تنسوش تعملوا لايك عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد. اللايك هو اللي بينشر الفيديو. يلا بينا نبدا مع بعض. انا معايا هنا عجينه السكر بتاعتي، انا جبت قطعه من عجينه السكر الابيض وقطعه من عجينه السكر اللبني، وما دمجتهمش كويس مع بعض علشان يطلع لي الماربل اللي احنا شايفينه ده. حفره عجينه السكر زي ما احنا شايفين انا مش بحب اخليها سميكه، بلفها رول كده وباجي افردها على الكيك بتاعي. الكيك وكريمه الزبده اللي بنغطي بيها الكيك احنا واخدينهم قبل كده معانا على القناه. انا نزلت الكيك قبل كده بالصدفه ان انا منزلاه بالكوبايه. الفتره الجايه ان شاء الله هحاول اعمله لكم بالجرامات، لان في ناس قالت لي يا ريت يكون بالجرامات اسهل لهم. هنا انا بفرد بايد وبشد بالايد الثانيه زياده عجينه السكر اللي تحت علشان تتفرد معايا. ده طبعا احنا بنعمله في كل كيك وبحاول ان انا اكد عليه، لازم تكون عجينة السكر اكبر من مقاس الكيك علشان وانا بقطع الزيادة ما ترفعش معايا لفوق ويبان لي الكيك نفسه يبقى شكلها مش ظريف. فشايفين انا بسكينة صغيرة او بمشرط ببتدي ان انا اشيل كل زيادة وامشي تاني مكان ايدي كده وابتدي ان انا. شايفين الكيكه بتاعتي بقت عامله ازاي؟ طبعا انا مسقعاها ليله كامله في التلاجة بعد ما عملتها بالكريمه، كريمه الزبده، علشان اقدر اشتغل بيها وتكون بالشكل ده. بجيب قطعه سكر تانيه بقى اللون الغامق بتاع فستان فروزن، ببتدي اقطعها بطريقه عشوائيه زي ما احنا شايفين كده، يعني بتكون بطريقه طوليه وعشوائيه في نفس الوقت، ملهاش شكل معين، ممكن نقول انها اقرب شويه للمثلث الرفيع الطويل، بس برضو نرجع نقول انها طريقة عشوائية ملهاش شكل محدد، مش كلهم شبه بعض ومش كلهم مقاس واحد. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هنلاقي ان دي غير دي، طولهم مش واحد. ببتدي اجيب عندي هنا ده ديست لؤلؤي مش سيلفر، في فرق ما بين الديست، ليه اربع انواع، لؤلؤي ونحاسي وسيلفر وجولد اللي هو الذهبي. ده اللؤلؤي لو حطيته على اي عجينة سكر مش بيغير لونها، بس بيديها اللون الصدفي ده مش اكتر. ببتدي هنا على اسفنجة الورد دي ببتدي بعمل ايه، يعني بمشي على حروف الاشكال اللي انا عملتها للفستان دي عشان بس اخليها ارفع شوية وتديها شكل مش مستوي، يبقى فيها شوية كيرفي كده، ما تبقاش الفستان بتاعها نازل شرايط عادية، لا بيكون شكلها شوية مختلف. بعمل كل القطع بتاعتي اللي انا قطعتها بالطريقة دي كده. طبعا احنا قبل ما بنبدأ في الكيك بنكون محددين شكله، كمان بكون محددة الصورة اللي انا هشتغلها. فانا عندي الصورة بتاعتي كده انا عملتها زي ما بنعمل التوبر كل مرة مع بعض بمسدس الشمع، ببتدي انزلها كده وبخلي ايد إلسة بره كده علشان لما اعمل الفستان بتاعها يبان شكلهم حلو مع بعض. هبتدي كده بقى ان انا بدهن الظهر بتاعها نقطة مية او الجلو اللي عملناه مع بعض قبل كده في فيديو الورد، الاتنين ممكن نثبت بيهم عادي. ببتدي كده ان انا ادهن الظهر وابتدي نعمل الفستان. طبعا بستخدم الفستان زي ما احنا شايفين، يعني الشرايط الطويلة هي في الاول من تحت، وبعد كده هبتدي ان انا اقصر بشرايط اقصر. واحنا شغالين هنشوف مع بعض ازاي بنخلي الفستان في الاخر شكله حلو. بصوا مش بخليهم بقى نازلين كده، لا ببتدي ان انا باشكال برضو يعني بطريقه عشوائيه ان انا ارفع حروف الفستان نفسها عشان تديني الشكل النهائي اللي هنشوفه مع بعض. شايفين انا ببتدي بقى ان انا اخد كل ما بطلع لفوق باخد الاقصر او الاصغر شوية علشان يبان تدريجة الفستان بتاعها. طبعا انسى دي من الكيكات اللي البنات كلها بتحبها، ففعلا يعني انا عملت منها اشكال كتير
بس يعني ده حسيت ان هو شكله ممكن اصوره لكم عشان يطلع شكله مميز شوية. طبعا واحنا شغالين هو مفيش طريقة معينة لتركيب الفستان، الفستان زي ما احنا شايفين الطريقة بتاعته برضه تعتبر عشوائية. احنا طول ما احنا شغالين بشوف القطعة دي عايزة تتحط فين ودي عايزة تتحط فين، دي تتثبت ازاي، ازاي دي مثلا الفها شوية بايديا عشان تدي شكل نفشة للفستان او كيرفي شوية للفستان. بصوا مش شكل معين، انا وانا شغالة بشوف اكتر عيني حابة ايه تكون شكل الكيك بتاعي، ايدي بتبقى بتفكر هي وعيني في الشكل قبل ما من غير ما ابص بقى على صورة اللي هي الاساسي بتاعها، لا انا شايفة انا شغالة في ايه، انا خدت الفكرة من صورة وببتدي ان انا انفذها بالطريقة اللي انا شايفة انها هتطلع معايا حلوة وراضية عنها. هنا في الاخر اخر قطعة باخدها حتة صغيرة بكشكشها كده شوية بايديا وبحطها كده، شايفين فستان إلسا اتعمل عندي بكل سهولة وبسرعة وبطريقة فعلا تخلي شكل الكيك مختلف عن الكيكات العادية. زي ما قلت ببتدي بإيديا ان انا ايه الف شوية فيها كده، بحس ان هي متبقاش نازلة شرايط طويلة ورا بعضها قصيرة وطويلة، هتبقى شكلها مش ظريف. شايفين الجميل بجد؟ انا كنت مبسوطة اوي وانا شغالاها وحسيتها كده حاجة كده لذيذة وجميلة. ببتدي هنا بجيب قطعتين بقى من عجينة السكر ابيض ونفس لون الفستان، وببتدي بقطعات نجمة فروزن، دي بتكون قطعات 3 مقاسات مختلفين، ببتدي ان انا اعمل بيهم عدد اللي انا عايزاه اللي انا حباه بالحجمين. باخد منهم جزء بثبت فيه الخلة والجزء التاني انا هسيبه من غير تثبيت خلة علشان هنشوف مع بعض، هحطه بطريقة عشوائية على الكيك من الجناب كده زي ما احنا شايفين. يعني هي كيكات فروزن او إلسا عامة يعني هي بتتميز بكده بالنجمة بتاعتها. مش مفيش شكل معين، انا بعمل بطريقة عشوائية، بفرد يعني النجوم بتاعتي بتاعت إلسا ديت نجوم التلج، انا يعني بحطها بطريقة عشوائية فوق تحت ابيض لبني فاهمين حسب النظر وحسب ما انا شغالة. شايفين شكل الكيكة بقى جميل ازاي؟ هبتدي بقى اللي انا ثبت فيهم الخلة هخليهم في الجناب كده واقفين. طبعا هنكتب اسم، هنضيف رقم، كل دوت حسب اوردرك او حسب انت عايزه الكيك بتاعك عامل ازاي. انا عندي هنا من الحاجات اللي هي الملف الصغيره ديت السبرينكلز، في منها شكل نجمه فروزن عندي متوفر، فانا قلت فكره يعني وانا شغاله كده جات لي ان انا اعمل فرشه ميه صغيره وبرده يعني ايه بشكل عشوائي كده اسيب حبه على الكيك هيدي شكل حلو معايا. حسيت فعلا يعني فرق في شكل الكيك لما عملتها، حتى الحمد لله يعني عجبت جدا صاحبة الكيك. شايفين الجميل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.